أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلمكم في موضوع هام. هذا الموضوع فرق العائلات، فرق ما بين الإخوة والأخوات، فرق ما بين العمة والعمات، فرق ما بين الأب وأبنائه، وفرق ما بين الأم وأبنائها، فرق الأعمام والأخوال، فرق أبناء العم، ألا وهو الميراث. سؤال: لماذا عندما يموت الميت لا نقسم الميراث، وإذا قسم الميراث أصبحت تتفرق العائلة؟ شرع الله يا أخي. قلت شوفوا ديار للبيع، هذو الديار معظمها للبيع حرب قايمة عليهم، حرب. نوع صنف آخر من الناس لما يموت الميت يهزوا الوثائق، الوثائق تاع الميت، وفيهم تاع الدار، وفيهم يخبيهم. هذو كتموا الشهادة، قال الله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. المصيبة وين؟ تلقى الناس اللي يخبيوا في الميراث ومدين حق غيرهم، تلقاه في الصف في الجامع، تلقاه لابس قندورة بيضاء، تلقاه حج، تلقاه يصدق، تلقاه كذا، بصح كيجي الأموال الناس يديها، تدي أموال اليتامى، تدي أموال اليتامى. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وانتهى الأمر: وسيصلون سعيرا. سعير يعني تأكلهم النار، تأكلهم جهنم. نسأل الله العفو والعافية يا ابن آدم. قال الله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى وش يقول: وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. خلاص راحت الذكرى، إلى أن تتفكر وتتذكر وتعتبر وتعود وتؤوب إلى الله وتتوب، فقد فات زمنها. اليوم، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وش يقول؟ تفرد خلاص: يا ليتني قدمت لحياتي، غير كون درت هذيك الحاجة، غير كون عطيت حق اليتامى، كون حطيت حق الفقراء. ذهب هذا الأمر كله أحبة رسول الله. الآن وقت الحساب والعقاب. كيف يكون حالك بنت خوك توقف قدام قبرك وتقول لهم: الله لا يترحم عليه ربي سبحانه وتعالى، يا ربي ما ترحموش، فقد أكل الأيتام، خلانا مطيشين البرة في القناطر وفي الأماكن هنا وهنا في الأسواق، خلونا نمدوا في يدينا وحق بابانا كاين. وين تروح يا أحبة رسول الله من هذه الشهادة؟ هذه مذلة في الدنيا، فما بالكم بمذلة الآخرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كاش عنده السواك؟ هات السواك. بسم الله. يقول رسول الله، صلوا على رسول الله، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. قال لكم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللي عنده حاجة خطيئته يرجعها لمولاه. علاش؟ إذا كان يوم القيامة، قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان شات وشات، هذه قلت لكم في خطبة الجمعة، راني نذكر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.